ويسن للمسافر الذي يباح له القصر. نعم، يسن للمسافر أن يفطر، هذا هو المذهب. وبعض أهل العلم قال يسن له الصيام إذا كان يعني لا يجد مشقة، واتفقوا على أنه إذا كان يجد المسافر مشقة أنه عليه أن يفطر. إذا المسافر عندنا إما أن يكون السفر فيه مشقة وإما لا يكون فيه مشقة، فإن كان فيه مشقة لزمه الفطر، خاصة إذا كانت مشقة شديدة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر يوم مع أصحابه ورأى الناس مجتمعين على شخص قد أغمي عليه، قال ما لك؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس، وأمرهم أن يفطروا حتى الذين لم يجدوا المشقة، وأفطر هو صلوات ربي وسلامه عليه، وكان في رمضان، وأمرهم أن يفطروا، قال ليس من البر الصيام في السفر. فالقصد أن بعض أهل العلم أو المذهب أنه يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة، يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة. وبعض أهل العلم قال يستحب له الصوم إذا لم يجد مشقة. في النهاية هم متفقون أنه يباح له الفطر ويباح له الصوم، يعني المسافر الذي لا يجد المشقة يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر. والخلاف بين أهل العلم هو أيهما أفضل، أن يصوم أو يفطر. بعض الناس قد يقول أنا أحب أن أصوم في السفر لأني أتعب في القضاء، لأن الصوم مع الناس يعني أسهل عندي من الصوم وحدي، فهذا لا بأس به، لا بأس به أن يصوم، هذا أرفق به، الصوم أرفق به هنا. وبعضهم يرى أنه لا، يريد أن يترخص برخص الله تبارك وتعالى، دام أن الله رخص المسافر أن يفطر فيقول أنا أخذ رخصة الله تبارك وتعالى فيفطر. الأمر فيه سعة. ولذا قال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد. سؤال، فالمسافر له أن يصوم وله أن يفطر، إلا في حال المشقة فإنه يجب عليه أن يفطر، خاصة إذا كانت المشقة شديدة. قوله الذي يباح له القصر، لأنه على مذهب أحمد ليس كل مسافر يجوز له الفطر، وإنما المسافر الذي يباح له القصر، يعنون بهذا إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، لأن السفر المعصي على مذهب أحمد لا يترخص فيه المسافر برخص السفر، لا قصر ولا جمع ولا فطر، لأن هذا سفر معصية. يرون أن سفر الطاعة أو السفر المباح هو الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر. تفضل.